السيري عضو مجلس إدارة مجمع فخر سجنان. تشرفت بإلقاء محاضرة حول فخر سجنان والتسجيل في اليونسكو ماذا بعد، بحضور عديد الممثلين عن المجتمع المدني بسجنان والسلطات المحلية، وكانت فرصة للتطرق إلى أهم النقاط اللي جاء بيهم نص التسجيل، ودفع السلطات المحلية والمجتمع المدني لمزيد التنسيق حول فخر سجنان والدفاع عنه والترويج له وتمكين الشباب من الجهة باش يكون هالفخار هذايا عنصر فاعل في أحداث ديناميكية اقتصادية وتنمية محلية بسجنان، ويعود بالنفع لجهة سجنان كل. نوجي الجاوي رئيس جمعية محافظة على البيئة بسجنان، قمنا بالتظاهرة هذه، تظاهرة سجنان فخرنا، هذه التظاهرة الثانية اللي أدرجنا بها فخر سجنان ضمن القائمة الرسمية لليونسكو، وقمنا بالتظاهرة هذه من هذه المحاضرة اللي كانت معناها جامعة وشافية للتساؤلات كل الحرفيات والمسؤولين في سجنان، وكنا معناها شرحنا لهم شنو معناها الغرض من هذا الإدراج، وشنو هو اليونسكو بعد، معناها شنو بعد اليونسكو اللي باش يكون، معناها باش يكون ان شاء الله معناها نكونوا احنا في تكون وزارة تفتح الحرفيين هذه لفتة كريمة، ويقوموا معناها بعد معناها منطقة حرفية اللي تكون معناها تجمع الحرفيين هذول الكل وتغير حياتهم واحوالهم، وان شاء الله احنا كجمعية نكونوا معاهم ومرافقينهم ونكونوا معناها سوتيا معناها باش نقوموا بينهم وبين معناها همزة وصل بينهم وبين معناها الإدارة، ونكونوا بينهم وبين معناها التسويق، وان شاء الله نعاونوهم. وهذه التظاهرة هذه معناها قمنا برشا أنشطة، منها فروسية، منها معناها معارض، منها وضع لوحات بيانية معناها اللي باش تكون تعرف بالفخر هذايا في كل في ستة مناطق، وقاعدين قدرة ربي معناها نقدموا أكثر، وإن شاء الله نلقاو حلول جديدة اللي تقدم للحرفيات هذه حاجة جديدة وتنفعهم وربي يسهل.